السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيدايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. قبل ما ندخل في الحديث اللي جيت ناخذ فيه هذا النهار اخوتي المغاربة، بغيت نستدل بواحد الآية قرآنية. أريد أن أستدل بآية قرآنية عندها علاقة بالموضوع اللي جيت نهضر معكم فيه هذا النهار اخوتي المغاربة. بحال العادة جبت كويز ديالي ذاتي اللي مصوب فليو ديال المغرب ديال شفشاون، ماشي فليو ديال الميريكان ولا بلجيكا ولا ديال لافيرلاند، فليو ديال المغرب. هذا أحسن فليو في العالم، خصكم تفتخروا بالبلاد ديالكم، فيها شي حوايج ما كايناش في العالم كله. لا شك انكم عرفتوني على جيت نهضر لكم، راه باين من لوتيتر من العنوان على مدونه الاسره الجديده، غادي يديروا عليها تعديل. ديجا هي كانت قبل ولكن يعني ما نجحات لهمش القضيه وداكشي. انا نقول لكم علاش ما نجحاتش ونقول لكم الجديد اي حاجه غادي تستافدوا معايا في هذه الحلقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فابقى معايا ما تمشي فين، الا بغيتي تستافد الحلقه غادي تكون شيقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما زال التشاور جاريا حول تعديل مدونه الاسره. بزاف ديال المغاربه كيتسائلوا وكيقولوا شكون هذا اللي كيعدل مدونه الاسره، شكون اللي كيزيد عليها وشكون اللي كينقص، شكون هذا السيد وشكون هاد الناس، واش هما دي زيكستراتيريست كيجيو من الفضاء، ناس فضائيين ولا بشر بحالنا عاديون. جيت انا باش نشرح لكم شكون اللي كيعدل مدونه الاسره. اللي كيعدل مدونه الاسره وهو وزاره العدل، وزير العدل، السلطه القضائيه، النيابه العامه، اللجنه العلميه، وزيره التضامن. هاد الناس هادو، وزيره التضامن والاسره، هاد الناس هادو هما اللي كيعدلوا مدونه الاسره، كيزيدوا عليها وكينقصوا منها، وكيزيدوا اللي بغاو وكينقصوا اللي بغاو بعد التشاور بعديتهم، ماشي عشوائيا. وهادشي هذا كله اللي كيديروه هما ماشي بوحدهم، كاين القائد الاعلى للبلاد تحت رئاسه السلطه الكبيره ديال الملك محمد السادس، حيث هو الساهر على الوحده الترابيه على امن البلاد. هو الملك، الملك اللي كيعطي لي زوردر ديالو واش غديروا واش ما غديروش، هو اللي كيشوف حيث هو الراعي ديال البلاد. هو الملك، هانتوما فهمتوا شكون اللي كيعدل مدونه الاسره ومنين كيجيو لي زوردر؟ الملك اللي كيعطيهم لي زوردر، اش غديروا اش ما غاديش ديروا. بزاف ديال الناس كيتسائلوا ما عرفوش. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع اخوتي المغاربه، اريد ان استدل بايه قرانيه عندها علاقه بالموضوع اللي جيت نطرق له ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيت انا كيعجبني نعطي للناس الدليل لا بروف من القران، من كلام الله، حيت القران كلام الله، والله هو اللي خلق البشر، والبشر هو اللي خلق الدستور، والدستور هو لا كونستيتيسيون. حيت كاينين شي ناس كيشوفوني من برا ما كيفهموش العربيه. الدستور هو لا كونستيتيسيون، شكون اللي صوب لا كونستيتيسيون؟ الدستور وهو البشر، والبشر شكون صوب وشكون خلقو؟ الله سبحانه وتعالى. واش انت غتكذب على الله؟ غتضحك على الله؟ راه الله اللي خلقك وكيتفرج فيك دابا شنو كدير. داكشي باش قلت لك غنعطيك واحد الايه قرانيه عطاها لك الله في القران اللي انت ما رديتيلهاش البال وما قريتيش القران، وكتبع لي زوكسيدونتو، كتبع الناس ديال الغرب كيضغطوا عليك، كيبركوا عليك الناس ديال الغرب، كيقول لك اشنو دير اشنو دير اشنو دير. وانت مسلم بالفطره، اسمع مزيان ربي شنو قال لك المسلم بالفطره. اللي خدام كتبع واحد مثلا اللي زنديق هو وكيبرك عليك حيت هو علماني، كيضرب البويرات في العشيه وكيقول لك ما كاين لا الله لا حتى شي حاجه، وني غاتو سو با غادي، غير كحلها وغتمشي للبا غادي، وني غاتو سو با غادي. هذا هو المثال البروفيرب ديال العلمانيين ديال لا لايسيتي لي لايك. الناس العلمانيين باش تفهم تفهمني مزيان، الا ما كنتيش كتفهم العربيه مزيان انا كنفسر لك شويه بشويه باش تفهم. لا لايسيتي العلمانيه خرجت على العالم كله، زندقات العالم كله، ما شفنا فيها حتى شي ربح، كلشي كيسويسيدي كينتحر، كلشي مطلق، غير المشاكل لا ديبرسيون. ما عطاتنا حتى شي حاجه هاد لا ليبرتي وهاد العلمانيه، ما عطاتنا حتى شي حاجه. خليونا نجربوا شويه داكشي اللي قال الله، ما ربما المشاكل يتحلوا. اسمعوا مزيان اش قال الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن لم يحكم، ومن لم يحكم، اسمع مزيان، ومن لم يحكم. الخطاب هنا موجه، ما موجه ليش انا، ماشي ليا موجه هذا الخطاب الله سبحانه وتعالى، حيت انا ما عنديش البوفوار، بوفوار السلطه، انا ماشي في مركز قرار باش نبدل شي حاجه. الحمد لله انا ما كاينش في مركز قرار باش ما ناخذش الذنوب مع الله سبحانه وتعالى نمشي. ومن اتى الله بقلب سليم، فاش تلقى الله خص يكون القلب ديالك سليم. كيوجه الخطاب الله سبحانه وتعالى الناس اللي عندهم البوفوار، اللي راهو في مركز قرار، خصهم يبدلوا داكشي اللي خصو يتبدل، لان كلكم راعين وكل راع مسؤول عن رعيته. واش كتفهموا هذا الشيء هذا؟ واش قريتوه في المدرسه ولا ما قريتوش هذا الشيء هذا؟
ومن لم يحكم كيوجه لك الخطاب الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله في كتابه العزيز. إلا ما كنتيش غادي تحكم المسؤول بما أنزل لك الله في كتابه العزيز، واش عندك الوقت شي شوية نقرتي شوية داك المصحف الكريم اللي موراك في البيرو اللور فوق، زون قرو وحلو شوف شنو مكتوب فيه، راه وجه لك بزاف ديال الخطابات الله سبحانه وتعالى ولكن انت ما كترد لهمش البال. ومن لم يحكم بما أنزل الله، داك الشيء اللي نزل الله في القرآن، وكتحكم بكلام آخر ديال واحد السيد اللي هو دي غيغلي يقول اسم خبع وراء كي كنقولوا الحجاب، هذا السيد اللي كيضغط عليك بالكلام ديالو، هو كتطبق الكلام ديالو كتخلي كلام الله غينفعك فاش غادي تمشي للحفرة، بقالك كاع عام عامين كاع نقولوا 10 سنين غتلاح في الحفرة ويرجعوا للفيلا ديالك يضربوك سكسو، وداك السيد هذاك اللي كان كيضغط عليك غيكون حتى هو معهم كيضربك سكسو، حيت العلمانيين كيعيشوا بزاف مدة طويلة ما كيبغيش ربي يقتلهم دغيا، حيت يعني خالدين في جهنم لأن هو مشرك. إن الله يغفر جميع الذنوب إلا أن يشرك به، باش نكونوا كلير، يعني خصك ما تكونش مشرك باش ربي يشوف فيك مشرك. إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز ومن لم يحكم بما أنزل الله، كنولي نعاودها ونكررها باش تدخل لك مزيان في دماغك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المائدة، راك انت كافر كتزور الدين ديالك، انت مسلم بالفطرة ولكن هربتي للكفر ما بقيتيش مسلم، يعني خصك تقرأ هذه الآية هذه وتولي تعاود تقرأها مزيان وتحللها مزيان، وتمشي لواحد السيد عالم دين سميته وقيل مصطفى بن حمزة يشرح لك مزيان هذه الآية هذه ويفسرها لك، لأن القرداوي راه مات الله يرحمه كنظن كان عايش في قطر، راه مات، سير لشي واحد عالم دين المسؤول وريح وقول له قرأ لي هذه الآية وفسرها لي وعاودها لي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، راه كلشي غادي يمشي، فيراري، الفيلات، كدا، الصونا، الحمام، لابيسين، المالديف، أنا في المالديف، أنا هنا، أنا هنا، راه ما ينفعك حتى شي واحد إلا من أتى الله بقلب سليم، وراه حتى الدنيا اللي فيها الفيلا ديالك والفيراري ديالك في الكراج، حتى الدنيا براسها، راه غادي تفنى غادي تمشي، كل من عليها فأنا صاحبي، راه حتى الدنيا براسها الكرة الأرضية، غتجي واحد النهار نهاية العالم غادي يمشي الدنيا ما غتبقاش، وشكون غادي ينفعك صاحبي؟ إلا من أتى الله بقلب سليم صاحبي، خصك تمشي تقابل الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. أول حاجة خصني نوفرها وخصني نخدم عليها في الأول شنو هي؟ وهي خصني نوفر بعدا فرص الشغل للناس وتنقص البطالة، باش يكون يعني المجتمع منتعش وتكون الخدمة باش بنادم يقدر يتزوج ويقدر يتطلق، باش الإنسان عاطل عن العمل، الرجل على الرجل في القهوة النهار كله حديد طالعة والهابطة، غير اللي بنت له لابسه شي جلابه مزيره كيقول لك هذه اللي بغيت نتزوج بها، عجبتها عجباته، يعني غير بلا كركاس ديالها ما شافش حتى العقل ديالها كي داير، وحنا في المغرب كنتزوجوا لا كركاس قبل ما كنشوفوا السيده كي دايره في العقل، ديريكت كيدير الوالده ديالو هو بيطالي وكيمشي كيزري الدار ديالهم كيتزوج بها، كيعطيها قتلات ديال العصا في السيمانه الاولى وكيطلقها، ملي كيطلقها كدوز شهرين كتقول للمراه راني حامله، كيتزاد الدري كيكبر عند جدو هو اللي كيكبرو، ماشي با اصلا اللي كينفق عليه، شمن 20% اللي غتاخد لواحد السيد هو ديجا كيقيل النهار كله كيدابز في السويقه كيكمي الجوانات امو اللي كتخدم عليه، كتقطع 20% لمن لمو جدو اللي كيخدم عليه في البلاد، حنا عندنا هاد الثقافه هادي في المغرب، ديما الدري المرأة ملي كتطلق كدير الولاد عند با، يعني جدهم اللي كيكبرهم كيقريهم كيوكلهم مسكين، داك الانتريت اللي عنده مثلا من لارمي ولا كان بوليسي وشد التقاعد ولا، ماشي الراجل هو اللي كيصرف على الولاد ديالو، والثقافة عندنا في المغرب، بنادم ديجا قلت لكم انا بيطالي عاطل على العمل، شنو غادي تقطع له؟ وإلا دخلتيه للحبس شنو غتستافد؟ وهو اللي غيستافد، كيدخل الحبس كياكل فابور كيهني امو بعد هذيك 6 شهور ولا عام، كياكل تما في الحبس فابور وكيتريني مع راساتو، كيقدر كاع يقطع الحشيش تما ويخرج بخير، هو اللي مستافد كاع في لافير، كيدخل الحبس يعني كل شيء فابور وكيخرج، الدولة هي اللي ضايعة آلاف، يعني في التالي الدولة اللي كتضيع، وديك السيدة هذيك اللي طلقاتها عباد الله كتمشي تفسد حتى هي، يعني كيكثر الفساد في المجتمع. هاد القضية اللي خصكم تلاحظوها اخوتي المغاربة كيبان لي بحال ما كتلاحظوا شيء مزيان، انا كنلاحظ ملاحظة دقيقة صغيرة،
حنا مازال ما خرجناش من المشكل ديال الزلزال، ماتوا 3000 واحد ولا اكثر من 3000 واحد، وحنا كنهضروا على مدونات الاسره والمشاكل ديال مدونات الاسره، ومازال عندنا الحداد، ماتوا الناس في الزلزال. يعني اللي خصكم تلاحظوا ان الحالات المدنيه ديال المغاربه الورق ديالهم كلهم تحت الانقاض تحت البيطون، مازال ما جبتوش حتى الحاله المدنيه من تحت الطوبيه راها تحت البيطون، وحنا كنهضروا على مدونات الاسره. واحد الملاحظه بغيت نقتسمها معكم اخوتي المغاربه اللي ما كتردوا لهاش البال، ما كتلاحظوهاش، ربما كتدوزوا من حدا ديك البلاصه هذيك وكتشوفوا داك الشيء هذاك، ولكن ما كتردوش البال. في الصيف في المغرب كيكثروا الزواجات العراسات، في الصيف كدوز من حدا قاعات الحفلات كتلقى الجوق العود في الباب، العماريه الروينه في المغرب، العراسات في الباديه في الصيف. غير كيوصل شهر 12 كتلقى المحاكم عامرين، كاين غير طلاقات، كاين غير طلق، سبني نسبك وطلاق. يعني شهر 8 الزواج وشهر 12 طلاق، يعني الا دام داك الزواج هذاك كيدوم 4 شهور، حيت زواج المصلحه ماشي زواج النيه وزواج المعقول، وبغينا نديرو وليدات بغينا نكونوا اسره، ما بقاش داكشي ديال بكري. دابا ولا الزواج ديال المصلحه، اما واحد بغى يمشي لبرا مثلا نتزوج وحده على الوراق كيتزوجوا في شهر 8 كيطلقوا في شهر 12، ولا واحد مزوج بشي وحده مثلا هي استاذه مثلا قال مثلا غنستافد منها مني، يعني ما كيوصلش داك الشيء اللي بغى، كيقول يعني القضيه محروقه هاد السيده هادي ما مناش، كيطلقها حتى هو في شهر 12. اللي بغى يفهم مزيان مدونات الاسره في المغرب ويفهم النصب والاحتيال على فلوس الغير ويفهم الزواج والطلاق وجري عليا جري عليك في المحاكم، يفهم هاد الشيء كله سهله، يرجع للقصه ديال لاعب المنتخب الوطني حكيمي ود القصر الكبير اللي كان مزوج بواحد السيدة أصلها هي ليبي تونسي سبليوني، المهم هي مخلطة، كانت عارضة أزياء هاد السيدة هادي، كتعرض الأزياء كتعرض الجسد ديالها عارضة أزياء، تزوجت بحكيمي وكبيرة عليه هي، فايتها بشي 12 عام ولا 13 عام، تزوجت به حيت هو لاعب كرة، ولاعب كرة معروف أنه عنده الملاير كيلعب بالفلوس، ماشي تزوجت به حبا فيه هو كحكيمي، حيت كانت مع العيبيه بزاف قبل ما تكون مع حكيمي. هاد السيده هادي في المكان العسل كتنقز عليه بحال النحله، بان لها حكيمي دري صغير بغات تلعب له بعقله، ولكن نسات بان حكيمي راه من موراه مراه مغربيه المغربيه معروفه بالحداقه والشطاره، بغات تضحك عليه هاد التونسيه الليبيه تديرو رزقو حيت شافتو دري صغير وبغات تلعب عليه. ساعه هيهات هيهات النهار اللي بغات تنصب عليه، وهي ما كانش غرضها بالزواج وانها تكون اسره، ولا هي بغات الفلوس ديال حكيمي، فالتالي ملي بغات تنصب عليه وطلبات الطلاق تفاجات بان الاملاك ديال حكيمي كلهم كتبهم لمو، حيت الدري مازال صغير بلا عقل، مو هي اللي كتكلف بالاملاك ديالو الوالدين ديالو، هي نسات هذا الشيء هذا، نسات بانها هي مزوجه من واحد السيد مغربي، مو مغربيه، بغات تضحك عليه، ساعه ضحكات على راسها. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه، كنتمنى من الله عز وجل ان الرساله ديالي توصل للمعنيين بالامر ويستصغوا الكلام ديالي ويفهموا المقصود والمعنى والمغزى من الكلام ديالي. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.